السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. طبعا شفت الجو اليوم حلو، قلت خل اطلع اصور برا. المشكله ان في المايك، فبما ان الكل يعرف ان قاعد نتطور في القناه، اكد المايك الى الان ما عندي مايك الكاميرا، والكاميرا هذه اصلا ما تدعم مايك خارجي، فلازم اني ببدا اجمع فلوس عشان اشتري كاميرا جديده وبعدين اشتري مايك. فانتم همتكم يعني دعم القناه، نشر القناه، الاشتراكات ومشاهدات كثيره تعطيني دافع وتجيب لي الدخل برضو عشان اشتري الكاميرا ولا شيء. كلها طبعا مستحيل انه في البدايه الحين ان القناه راح نجيب ذاك الدخل، لكن راح احط فلوس على الدخل اللي تطلع من القناه الحين عشان اشتري كاميرا جديده ومايك، وبعدين اقدر حتى اصور برا. فالحين عذروني عن التشويش لان قاعد استخدم المايك من الجوال، بس قلت خل ابدا معاكم اسجل فيديو التسريبات الجديده. طبعا يوم جيت اطلع قبل شو كانت شمس مثل ما تشوفون النظاره حطها معي، يوم جيت جلست هنا الحين مقيم، ان شاء الله ما يطيح مطر الحين في الساعه دي عشان اقدر اخلص الفيديو. فخلونا نبدا الفيديو هذا. راح نتكلم عن تسريبات ابل والاشياء اللي طلعت الجديده من ابل، بعضهم دراسات، بعضهم تسريبات، بعضهم اخبار ابل، ابل شرت شيء، ابل طلعت برات اختراع ولا شيء، كلها في اشياء خفيفه هذا مشكله المشاكل اللي خليني ما اطلع برا اصور. في اشياء خفيفه واخبار والاشياء ابل اللي شرتها، فخلونا نبدا. البدايه في اشاعه قويه ابل تقول انه راح تنزل الشاشه حقتها. ابل قبل 4 سنوات كان عندها شاشه، اللي يعرف الماك بوك او الماك ميني كان اجهزه مثل الماك بوك صندوق ما في شاشه، لازم تركب له شاشه، والماك ميني كان جهاز مربع نفس الابل تي في لكن تحتاج له شاشه. ابل كانت تسوي شاشه اول عندها كانت تسميها سينما، مونيتور حق العاب، اي جهاز تركب عليه تشتغل، مو بتلفزيون يعني. وقفت ابل وتحولت على شاشه من شركه ال جي الحين في موقع حقهم يبيعونها، برضو مونيتور نفس الحركه، كانت 6K تقريبا. الحين ابل في اشاعات قويه انها بتنزل الربع الثالث تقريبا في الصيف او نهايه الصيف الشاشه حقتها بتكون 31.6 inch، تكون تقريبا 6K، وبرضو راح تكون بالميني ليد. الكل يعرف ان شاشات الليد موجوده في سامسونج والكيو ليد كذا كلها. المهم ان تقنيه الليد في الشاشات ابل الحين تقريبا وصلت لحق القدره وبرات اختراع انها بتركب عندها شاشات الميني ليد. وبكذا ننتقل للخبر الثاني. الخبر الثاني تقول لك شنو ابل؟ ايفون توقع راح تفتح ال NFC. NFC في الايفون الكل يعرف انه اللي هو نير فيلد كوميونيكيشن، اللي يعرفها ان في الاندرويد الاجهزه كلها تقدر تقرب اي جوال يمك وتنقل صوره. ابل ما تستخدم الNFC لحق هذه الميزه، ابل مقفله الNFC لحق هذه الميزه. فالNFC اللي موجود في ابل فقط تستخدم الابل بي واللي في الساعه برضو لحق الابل بي. فابل يمكن تفتح الميزه هذه لحق دول اوروبا تقريبا، راح تقدر تسافر وتروح اي مكان بالNFC بنفس الايفون. راح يكون مثلا جوالك هو الجواز حقك، بدل ما انك تاخذ جواز حقك وتنتقل راح تنتقل بجوالك. وبرضو ابل سجلت براءه اختراع الحين لساعه ابل انها حساسه، تقدر تضيفه في الايفون والساعه، حساس يعلمك اذا كان قياس هبوط السكر عندك، اذا هبط السكر او شيء. طبعا تقريبا القياس هذا راح يعرف بالتعرق، اذا عرقت يدك من هبوط السكر ولا شيء ذيك كلها راح يحلل العرق ويعرف اذا السكر حقك مرتفع او هابط. وبرضه ننتقل حق متجر ابل. متجر ابل اخيرا في السعوديه، متجر برامج اللي في الايفون والايباد الان انت تقريبا وصل تعريبه 90% او 99%، كان الاول ما بكله تعريب كامل. الحين اي واحد عنده المتجر سعودي او متجر عربي، طبعا كل المتاجر العربيه الحين تشوف التعريب حقه كامل او زاد التعريب حقه افضل من اول بكثير. وفي خبر جديد وابل من زمان تشتغل عليه، يمكن 5 سنوات طلعت اشاعه كثير ان ابل ممكن تصنع سياره، بعدين اختفت الاشاعات، رجعت اشاعه قويه. ابل توظف رئيس قسم توليد الكهرباء في تسلا للسيارات، فما ادري هل ابل راح ترجع لاشاعه قويه الحين مره ثانيه بتسوي السياره ولا ما راح تسويها، ما ادري. بس ان الخبر هذا صحيح ان ابل راح وظفت رئيس قسم توليد الكهرباء في شركه تسلا عندها ابل، فما ادري ايش بتسوي ابل. وبرضو اخيرا في السعوديه ضمان ابل كير اشتغل في السعوديه. طبعا ضمان ابل كير موجود في امريكا من زمان. ضمان ابل كير ميزته ان ايفون عندك ضمان حقه في امريكا سنه، في السعوديه 2 سنين، اوكي. بس اذا انكسرت الشاشه عندك، انت كسرت الشاشه راح تدفع في السعوديه يمكن 1500 الى 2000 ريال عشان تغير بس الشاشه، لكن اذا كان عندك ابل كير تقريبا ضمان ابل كير يبدا من 600 ريال الى 900 او 1000 على حسب الجوال حقك ونوع الجوال والاشياء ذي كلها. تقدر تكتب في الانترنت www.apple.com وانزل اخر شيء وتشوف تحت موجود عندك مثلا لو انك في امريكا تضغط على العلم تحت واختار اي دوله عندك وتشوف شغال ولا ما شغال. بس كنت في السعوديه الحين شغلوه، تقدر تاخذ ابل كير للايفون للايباد للماك، واذا انت خربت الجهاز مثلا كسرته او شيء راح يكون السعر مخفض لك عشان تستبدل القطعه اللي اختربت في الجهاز. وبرضو ابل الان خذت براءه اختراع جديده تشحن الماوس حقك والكيبورد حق الاي ماك مثلا بدون وايرلس بدون شيء. مثلا الماك شغال وعندك الماوس والكيبورد، كنت اول لازم تركب فيها من الكيبل عشان تشحنهم لان فيهم باتري داخل، لكن الحين قبل خلاص هي براءه اختراع ابل انه يكون الماك لو حطيت الكيبورد والماوس
راح يشحنون وايرلس. حلوه الحركه بس انه متى الابل تحطها ما ادري، بس المهم انها اخذت براءه اختراع الحين حق ذي الشيء. وبس هذه براءه اختراع كلها، ونتمنى ابل ترجع براءه اختراع حق الاير باور اللي كنسلتها. اتمنى ترجع الاير باور كبير يعني، الحركه اللي سواها ما ادري ليش يعني، اتمنىها ترجع. لان المشكله اللي تواجهت ابل ان كويل الساعه صغير والقطعه نفسها صغيره، فما تقدر تشحن الساعه، فلازم تحط كويل صغار علشان تقدر تشبك الساعه. ليش؟ لان الوايرلس اللي موجوده الان تقدر تشتري في السوق الكويل حقه كبير، مثل ما تشوفون قطعه الوايرلس دي فيها ثلاثه كويلز اللي تشوفونها الحين. ابل ثلاثه كويلز اللي كبار، لو تحط الساعه ما تشحن. راح تقدر تشحن الجوال، تقدر تشحن السماعه عليها، لكن الساعه ما تقدر تشحنها لان السماعه الكويل حقها صغير، لازم يركب الكويل على الكويل نفس اللي في الوايرلس عشان يشحن. فمن كذا ابل قالت اوكي الاير باور حقتنا لازم نحط فيها كويلز صغار، ندمجهم يم بعض ويكونوا صغار، تشحن الساعه في اي مكان او الجوال في اي مكان او السماعه في اي مكان. توهقت شنو الاير باور حقتها والوايرلس تشارجر ذا حقها في تقريبا 20، هذا من المشاكل اللي ما بيطلع برا، في تقريبا 20 كويلز. ف 20 كويلز اللي بيشتغلون اوكي، لكن لو بتحط هذا الجهاز او جهازين يمكن ما ادري الموضوع ما ادري كم واحد، بس المهم انه اذا حطيت الجهاز تشحن عندك راح يحمى ويمكن ينفجر، فلازم تشوف حل حق ذا الشيء ونرجع لنا الاير باور. وبس هذه الاشياء اللي كنت بتكلم لكم عنها، والتسريبات والبراءات تبع اللي خلتها ابل في خلال الشهر اللي راح تقريبا كله. وفي نهايه الفيديو تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. أسف إني ماسك الجوال كله على طول الوقت، ليش؟ لأن المايك طلع من، فالصوت اللي تسمعونه بيكون من الجوال، ما عندي أي حل ثاني. وبس السلام عليكم.